خلوني ابدا من البدايه. احنا دلوقتي دي يعتبر ذا 10th ليتشرز، والنهارده هتكلم مع حضراتكم حوالين السايكولوجيكال ايشيو ان كونديشن اوف ذا اي اند بلايندنس. هنتكلم على القضايا النفسيه المرتبطه بظروف او امراض العيون بصوره عامه والبلايندنس. وزي ما قلت ان احنا يعني معظم الكتب اللي بتتكلم على السايكولوجيكال ايشيو بتبدا تميز ما بين حاجات معينه، او بتبدا بتتكلم على امراض العيون والاشكال المختلفه منها، بتتكلم على المقارنه ما بين السايتد بيرسونز اللي هو الشخص بيرى، والشخص اللي بيعتبره بارشال سايتد بيرسون، والشخص اللي عنده يعني يعتبر مبصر بصوره جزئيه، اللي هم الناس اللي بيلبس نظارات، برضه دولت فئه وبيتكلم عن السيكولوجيكال ايشيو بتاعتهم. لكن احنا في الشابتر ده او في التوبكس ده هنركز على البلايندنس، على فقدان البصر، ونشوف السيكولوجيكال ايشيو المتعلقه بالبلايندنس اللي هو فقدان البصر بصوره خاصه. وبالتالي في اول سلايدز بنتكلم على اهميه البصر، نقول فيجن لوز يعني فقدان الرؤيه او فقدان البصر يعني often precipitate a sense of fear and reduce the personal competence. دايما الانسان اللي بيفقد بصره او عنده فقدان لحاسه البصر دايما بيبقى عنده احساس بالخوف، لانه عايش في جو مظلم بصوره مستمره، وعنده كمان ادراك، بيبقى عنده reduced personal competence، بيشعر انه قدرته الشخصيه وامكانياته وكفاءته بيحصل لها انخفاض، which may result in isolations and social withdrawal، وممكن ده يؤدي بيه الى انه يعني شكل من اشكال العزله وشكل من اشكال الانسحاب الاجتماعي، ما بيحبش يكون موجود مع حد، بيحب دايما يكون لوحده، فعند الايسوليشنز عالي، وفي نفس الوقت في social withdrawal، في انسحاب اجتماعي. قضيتين مهمين جدا بالفيجن لوز، بفقدان البصر. وخلي بالكم زي ما احنا قلنا ان احنا لازم نميز ما بين حالتين من فقدان البصر، هنتكلم عنهم بشكل تفصيلي بقى ونشوف خصائصهم شكلها ايه. فيجوال امبيرمنتس طبعا اللي هو القصور او العجز في البصر، مي بريزنت ات بيرث، يعني ممكن الواحد بمجرد الولاده يكون وهو مولود عنده فقدان للبصر، تمام، or they may develop suddenly or slowly at any time in an individual's life، أو ممكن يكون أو يمكن يعني الـ visual impairment ده القصور في الجانب البصري يعني يبدأ بصورة فجائية يعني suddenly، أو إنه يظهر عند الشخص بصورة متدرجة. طبعا اللي بيحصل له بصورة فجائية غالبا بيبقى نتيجة حادثة، يعني الشخص حصل له حادثة فحصل انفصال في الشبكية ففقد كذا، أما slowly بيكون نتيجة المرض غالبا بشكل تدريجي، كبر السن طبعا، الناس اللي عندها ديابيتيز عندها سكري، كل ده ممكن يخلي الشخص يحصل له فقدان بصر تدريجي، فقدان بصر تدريجي، تمام. فدول السببين اللي ممكن يخلوا الـ يعني وجود البلايندنس. ممكن يكون at birth، وده اللي بيسميه congenital blindness اللي هو العمل خلقي او الخلقي، يعني الواحد ربنا خلقه كده، or may develop suddenly، ممكن يحصل فجأة، وده غالبا نتيجة accident، واحد خبط وقع اتعمل حادثة يعني ما ففجأة فقد بصره، or slowly طبعا ده بيكون بصورة تدريجية، وده بعض الناس بيحصل لها ده نتيجة بعض الأمراض اللي موجودة في العين، أو نتيجة كبر السن، او نتيجه بعض الامراض زي السكري زي ما احنا قلنا الديابيتس وكده. طبعا ده ممكن يحدث at any time in individual's life، احنا ممكن يحصل عند الاطفال، احنا بنشوف اطفال عندهم شكل من اشكال الفقدان التدريجي للبصر، وممكن يصبح ما يعني رؤيه عنده غير يعني عنده visual impairment. Often visual loss، دايما فقدان البصر بيتبعه follow an unpredictable and controllable progressions، التطور دايما فقدان البصر بيتبعه بينتج عنه بعض الحاجات اللي يصعب التنبؤ بيها واصعب ايضا التحكم فيها، وده التوبكس الاساسي اللي احنا عايزين نتكلم فيه مع بعض. Adjustment to loss of vision depend on many factors، عشان الواحد يقدر يتكيف مع فقدانه للبصر ده بيكون بيتوقف على عوامل كتيره جدا، including the degree of loss، طبعا فقدان درجه الفقد قد ايه، and the age at which the individual become visually impaired، وطبعا والعمر، الدرجه بتاعت الفقدان البصر والعمر، دول الحاجتين اللي بيأثروا في وبيحددوا يعني ان الشخص هيقدر يتكيف ودرجه التكيف دي شكلها عامل ازاي. الديجري اوف لوز
اللي هو درجة أو لوز الدرجة أو درجة فقدان البصر، هل الفقدان البصر ده تام ولا جزئي وقد إيه وكلام زي ده. هو طبعا في ميجرمنت وفي اسسمنت للفيجنز ده، طبعا في أجهزة وديفايسز مختلفة حوالين التشخيص بتاع. يمكن برضه هذا الفصل، لكن أنا طبعا حسيت لو اتكلمت في النقطة دي هيبقى الكلام ده ميديكال قوي، لأن بيكلموا على بعض الأجهزة كمان اللي بيتم بيها تشخيص او بيتم بيها فحص العين، لكن ده مش موضوعنا، ده موضوع هيبقى ميديكال قوي، لكن احنا بنتكلم على السيكولوجيكال ايشو. يبقى اذا الادجستمنت تو لوث اوف فيجن ديبند اون ميني فاكتورز، عوامل كثيره انكلودنج ذا ديجري اوف لوز اند ذا ايج ات ويتش ذا انديفيدوال بيكام فيجوالي امبيرد. يعني العمر اللي بيبدا شخص يصاب فيه بفقدان او بعجز في الرؤيه مهم طبعا، مهم، ودرجه الفقدان. في عوامل اخرى، اكيد في عوامل اخرى، يعني ممكن يكون الجندر مثلا، هل الجندر ده ممكن ياثر؟ اكيد ممكن ياثر. الاديوكيشن الليفل اوف اديوكيشن، مستوى التعليم، السيتيو ايكونوميك ستيتس، حاجات كتيره جدا ممكن تاثر، لكن مفيش شك ان دول ذا موست امبورتنت اللي هم الديجري اوف لوز اند ذا ايدج، العمر اللي بيفقد فيه الشخص حافة البصر. congenitally blind، العمى الخلقي اللي هو الشخص بيولد يعني فاقد للبصره. طبعا those who are congenitally blind for example have not had the opportunity to learn concepts such as distance, depth, proportions and color. ان الشخص اللي بيتولد وهو يعني بيسموه عمى، يعني عنده شكل مشكلة عمى خلقي، طبعا ده ما بيبقاش عنده اي خبرات حوالين الالوان، ما يعرفش لون، يعني لون الريد، بلو، جرين، تانز، اي الوان ما بيعرفهاش، ما عندوش الخبره دي خالص، ما عندوش خبره الديستانس، مسافه بيني وبينك متر او 5 متر او 10 متر، الديبث، البروبوشنال، كل الصفات دي ما بيكتسبهاش، ما يعرفهاش، ما مرش بيها. على عكس طبعا الشخص اللي ممكن نتيجه حادثه، لانه ممكن يكون عاش فتره من حياته فعارف يعني ايه الالوان. وبالتالي الكونجنتلي بلايند ما هاف نو هاد ذا اوبورتيونتي، ما كانش عنده فرصه تو ليرن الكونسبت. ولذلك مهم جدا مع الاشخاص دي ان احنا نعلمهم الكلام ده. because of the lack of visual experience، بسبب طبعا مين هم اللي عندهم lack، عندهم فقدان للفيجوال اكسبيرينس، اللي هم الكونجنتلي بلايند. in their environment such as the observation of other tasks of behavior or behavior، طبعا انهم ما عندهمش الفرصه ان يشوفوا او يروا يعني سلوكيات الاخرين وافعالهم اللي بيقوموا بيها، لان ما عندوش، ما بيتعلمش خالص عن طريق الملاحظه، لان ما بيشوفش حاجه. concept that sighted individual often take for granted must be learned by other means. طبعا المفاهيم اللي بيتعلمها الشخص اللي هو المبصر، الافراد المبصرين بيتعلموها عادي كده، حتى بيتعلموها في مراحل عمريه صغيره، زي الطفل مثلا ممكن مامته تشاور له ايه اللون ده فقول لها ده بلو، ايه الكلر ده فتقول له جرين، فتبقى فرحانه بيه جدا وهو صغير، فبنكبر واحنا خلاص عارفين الكلام ده اهوت. طبعا الخبرات دي اللي احنا بنتعلمها كده كانها تيك فور جرانتد، كانها امور مسلمه بيها، ماست بي ليرند باي اذر مين، يجب ان تتعلم بطرق اخرى. لمين؟ للناس دي. الناس دي لازم تتعلم الخبرات لكن بطرق اخرى، مش هقعد اقول له شايف اللون ده احمر، شايف اللون كذا ده ازرق، شايف كون كذا، يعني امر طبعا يعني محتاج كرياتيفيتي عالي جدا عشان نفكر ازاي نعرف الشخص يعني ايه لون ريد، شخص ما شافش حاجه يعني ايه لون برو، يعني ايه لون جرين، يعني ايه كذا. عمليه طبعا يعني محتاجه اذر مينز، طرق معينه او طرق اخرى خلاف الطرق التقليديه، نقول له شايف اللون ده اسمه احمر، ده اللون ده طبعا ما ينفعش الكلام ده. This adaptive learning of task then become a natural part of their development. طبعا تعلمهم للمهام اللي هي سميها المهام التطورية أو التكيفية دي بتصبح جزء من تطورهم ومهمهم. So that the adjustment to visual limitation is incorporated into their self-perception and daily activity as a normal part of growing up. يعني طبعا ان القصور اللي موجود في حاسة البصر عندهم ده بيتغرس جواهم في ادراكهم لنفسهم، يبقى وفي انشطتهم، وبيصبح جزء من حياتهم العاديه، شعورهم بالقصور في جانب البصري والتكيف لهذا القصور. على عكس الاشخاص الاخرين اللي هم مسميهم individual with loss of vision later in life، في ناس ممكن بعد كده في مراحل اخرى من حياتها بتفقد الرؤيه، لكنها اتولدت شافت وعاشت جزء من حياتها، وبالتالي بقى عندها بعض الفيجوال اكسبيرينس، عندها بعض الخبرات البصريه. يعني ممكن يكون شافوا التلفزيون مثلا يعني، لكن لما ظهر الموبايل ما شافوهوش،
فممكن ان احنا يعني نعمل بيست اون الاكسبيرينس اللي عندهم دي، ان احنا نقرب لهم شكل، يمكن شافوا التليفون مثلا لكن ما شافوش الموبايل مثلا، فممكن نقرب لهم الفكره. فده بيبقى اسهل شويه على مقارنه بشخص ما عندوش اي قدر من الخبرات السابقه. ولذلك بنقول individuals with loss of vision later in life have the advantage، عندهم ميزة طبعا of being able to draw in visual experience، ان احنا نبني على خبراتهم السابقة، خبراتهم البصرية in the environment as a frame of reference، كإطار مرجعي for physical concepts، للمفاهيم الفيزيقية الملموسة. But they may find it more difficult to accept blindness than those who have never had visions. لكن عندهم مشكلة تانية، عندهم مشكلة ان هم ما بيقبلوش فكرة ان هم يكونوا فاقدين للبصر، عندهم صعوبة في تقبل، عندهم صعوبة اكبر في تقبل فكرة ان هو يكون فاقد للبصر مقارنة بالشخص اللي اصلا ما كانش عنده الصفة دي. يعني الشخص اللي have never had vision، عمره في حياته ابدا ما كانت عنده حاسة البصر، بيقبل فكرة الفكرة، لكن الشخص اللي كان بيقضي جزء من حياته وهو فاقد للبصر ثم او جزء من حياته هو سليم ثم فقد للبصر، ده بتبقى عنده صعوبه في انه يتقبل فكره انه يصبح شخص يعني انه شخص blindness، شخص كفيف. فكل واحد عنده صعوبه، واحد عنده صعوبه في فكره انه هو يتعلم الفيجوال اكسبيرينس، خبرات البصريه، لانه للديبس والكالرز والديستانس والكلام زي ده، والتاني عنده مشكله اخرى ان هو تو اكسبت البلايندنس، انه يتقبل فكره انه يكون كفيف. طبعا تكمله، individual with lose the vision later in life، الأشخاص اللي بيفقدوا حاسة البصر في مراحل متأخرة من حياتهم أو في ليست from birth يعني، must modify their self perception، لاجب أن يعدلوا من إدراكهم لنفسهم، صورتهم عن نفسهم لازم تتغير as a result of physical change، كنتيجة للتغيرات الفيزيقية اللي حصلت، البدنية اللي حصلت فيهم. And subsequent need to restructure daily activity، وطبعا هم بالضرورة حيات بعدها حاجتهم إلى أن هم يعيدوا تركيب ويعيدوا بنية أنشطتهم اليومية، لأنه زي ما هنوضح حالا يعني فكرة الاستقلالية والأوتونومي والإندبندنت وكل ده بيفقدوه، ما يقدرش يعمل أي حاجة لوحده، حتى فكرة أنه هو يعني dressing himself أو herself، أنه يلبس نفسه أو أنه prepare some يعني يحضر حاجة لنفسه، أو حتى يعمل يعني في حاجات كتيرة جدا بيحتاج أنه هو يتعلمها الشخص الكفيف. فبالتالي حتى أنشطته اليومية يخرج لوحده ويجي لوحده طبعا أمر مش مستاهل. Individual who are newly blind، طبعا الأشخاص اللي في يعني أول ما بيمروا بخبرة فقدان البصر، طبعا ده احنا لسه بنتكلم على individual who are later lose the vision later in life، يعني دول الناس اللي فقدوا البصر في مراحل يعني متقدمة أو أخرى من حياتهم، مش أول هم ما اتولدوا. في بداية الأمر نيولي بلايند، لما يكونوا في أول ما بيصابوا بحاسة أو يفقدوا البصر، بيبقى عندهم مشاكل مهمة جدا. Individual who are newly blind may experience grief and despair over their loss of visual function، طبعا إن هو إحساس أو خبرة الفقد وفكرة اليأس ونتيجة إن هم فقدوا وظيفة البصر، دي حاجة لا يشعر بها سوى اللي هو الشخص اللي هو نيولي بلايند، اللي هو يعني فقد البصر حديثا. أما الشخص اللي مولود وهو فاقد الحاسة فبيمرش بحكاية الجريف والديسبير ده، لأن هو أصلا ما كانش عنده حاجة وفقدها، وأول ما تولد وهو فاقد هذا الشيء، فما عندوش هذا الأمر. They may become dependent، طبعا بيصبحوا معتمدين بعد ما كانوا مستقلين. Feel insecure in new situation، يشعروا بعدم الأمن في المواقف الجديدة بالنسبة لهم. And they perceive a marked loss of autonomy، طبعا بيفقدوا قدر كبير جدا من استقلاليتهم. يعني لو جالوا جواب ما فيش حاجة اسمها بقى يعني حاجة privacy، ما فيش حاجة اسمها privacy، لين دور على حد يقرأ له الكتاب، لو عنده مثلا بعض الفواتير اللي جايه له ما فيش حاجة اسمها privacy، بالتالي لو محتاج حد يقرأ له، لأن الحاجات دي كلها مش معمولة بحيث إنها تساعده. و
وبالتالي هنا بيظهر برضو لما احنا فاكرين اتكلمنا على السبورتيف انفايرمنت، البيئه الداعمه. فلو كانت البيئه داعمه وبتبعت الفواتير للناس دي بشكل معين، فمكتوبة بطريقه مثلا ان هو طريقه برايل، فممكن ان هو يكتشف يعني يقراها، لكن ده ما بيحصلش طبعا، وبالتالي بيشعر ان هو شخص impaired، شخص عنده قصور. Some may become reluctant to interact in social situations. البعض ممكن يتردد، بعضهم ممكن يتردد في فكرة التفاعل في المواقف الاجتماعية because they wanted to avoid the worked witness of the initial attempt at social interaction. طبعا لأن هم بيتحاولوا يتجنبوا العقبات اللي بتتضمن المتضمنة طبعا في المحاولات الأولية للتفاعل الاجتماعي. يعني أي تفاعل اجتماعي كده في بدايته بيبقى فيه eye contact، body language بيبقى له دور، وهم ما عندهمش القدرة على إنهم يشوفوا الأي يعني يتعاملوا مع الأي كونتاكت ولا البادي لانجوج، بحيث يقدروا يعرفوا هل الشخص ده لو هو خد منه مثلا حاول يكلمه هيتقبله ولا لأ. ده هنا بيبقى النون فيربال كوميونيكيشنز مهم جدا. فعشان كده some may become reluctant to interact in a social situations because they want to avoid the awkwardness of initial attempts at social interactions. Lose of control over standard method of initiating conversations. في حاجة اسمها method of initiating conversation. يعني في حاجات كده يعني طرق متفق عليها لبدايات المحادثات أو لبدايات الكلام مع أي حد. منها طبعا الاي كونتاكت and the other non-verbal cues. طبعا يعني منها اللي هو التواصل عن طريق العيون أو عن طريق كمان ما يطلق عليه النون فيربال كيوز اللي هي المؤشرات غير اللفظيه. المؤشرات من غير اللفظيه طبعا الفيس بيبقى مهم جدا، فيها تعبيرات الوجه الفيس اكسبريشن او الفيشال اكسبريشن تبقى مهمه جدا، والبادي لانجوج تبقى مهمه جدا. دي بتدي لك احساس ان انت لو قربت من حد وكلمته قال يا ترى هتبقى يعني يو ار ويلكمد اور نوت، طبعا هتقدر تعرف كنت مرحب بيك ولا لا. The noticeable discomfort، طبعا عدم الارتياح اللي احنا ممكن نلاحظه، or over helpful of sighted person، يعني او طبعا تقديم المساعده للاشخاص اللي هم يعني ممكن احنا نشوفهم، and often prolonged gap in conversation، والفترات السكوت الفترات يعني ممكن تقول الفترات الفجوات اللي موجوده في المحادثات، ممكن دي بتدي له احساس ان هو شخص يعني واتشد، شخص حد بيراقبه او شخص يعني غير مرغوب فيه، وبالتالي بنجدهم زي مين ليد نيولي بلايندد انديفيدوالز تو بليف ذات ذي ار بينج واتشد اور اجنورد. يعني لان ممكن الناس ما بتتكلم مع بعض مش تتكلم على طول، اكيد في لحظات في يعني فترات سكوت، فترات السكوت ديت قد تكون احيانا طويله، فلما بتحصل هو مش قادر يعرف السبب ايه، فممكن يعتبر ان هو الشخص being watched or ignored، يعني الناس متجاهلاه او ان هو شخص حد عمال يبص له او مراقبه وهو يعني بيبص عليه وبيراقبه. accommodation to visual loss or blindness. accommodation طبعا احنا ممكن نقدم تسهيلات وامور مهمه جدا نسهل الامور على الشخص الفاقد للبصر، وهنا التيسيرات والتسهيلات دي بيخش فيها السبورتيف انفايرمنت البيئه الداعمه، اللي الفاميلي ممبرز افراد الاسره هاف يعني ان امبورتنت رولز، لها ادوار او لها دور مهم جدا. فاميلي ممبرز هنا بيبقى لهم دور مهم. accommodation to visual loss or blindness المالتيفاسيتيتد، يعني عملية إن التيسيرات أو التسهيلات اللي إحنا ممكن نقدمها، ممكن individual with a visual loss must adjust their self concept and personal goals to take into account the realistic limitation imposed by vision loss. لازم طبعا الأشخاص اللي هم يعني فقدوا البصر لازم يعدلوا من مفهومهم عن ذاتهم، أهدافهم الشخصية، وياخدوا في اعتبارهم القيود الواقعية اللي فرضتها عليهم او اللي فرضها عليهم فقدانهم للبصر. فقدان البصر بيضع realistic limits، قيود واقعيه وقيود عليهم في الحركه في الكلام في الانشطه، فلازم هم يعدلوا their self concept and personal goal، يعدلوا من نظرتهم لنفسهم ويعدلوا كمان من اهدافهم الشخصيه عشان ياخدوا في اعتبارهم القيود اللي فرضتها عليهم او وضعتهم عليهم فقدانهم لبصرهم. They must develop adaptive skills and new ability.
لازم كمان يطوروا شكل من المهارات التكيفية والقدرات الجديدة. And they must draw on personal resources to adjust ويعتمدوا على يعني مصادرهم الخاصة أو إمكانياتهم الخاصة علشان يحققوا هذا أو لكي يتمكنوا من التكيف أو التوافق مع هذا الوضع الجديد. هذا التكيف بيشمل حاجات مهمة جدا، بعضها طبعا بيكون أبعد من مجرد الإعاقة نفسها، لكن البعض الآخر قد يكون متعلق بفكرة الـ causes of blindness. طبعا احنا بنتكلم على ان في شخص فقد بصره. طب فقد بصره نتيجة حادث، ولا نتيجة عمله في مصنع، ولا نتيجة عمله في شركة، ولا فممكن في الحالات دي طبعا بيعمل عمليات، بيخش في أمور قضائية وأمور يعني متعلقة بحقوقه، وبالتالي بيتطلب منه individual who have lost vision because of traumatic blindness. traumatic blindness يعني طبعا اللي هو سمى العمل مفاجئ. نتيجة ايه العمل المفاجئ ده؟ احنا قلنا نتيجة accident، حوادث. condition in which there has been a sudden loss of partial or total vision because of internal or external event such as a head injury، ممكن يكون دماغه اتخبطت، or direct injury او اصابة مباشرة to the eye، or chemical burn، او حتى ممكن يكون عملية احتراق كيميائي لو شخص بيشتغل في معمل والمعمل ده اتكب حاجات على جات على عينيه، فبالتالي اصيب وفقد جزء من بصره او فقد بصره تماما او خبطه في كل الحاجات دي هتخليه ان هو انا بشتغل ده نتيجه ايه. طبعا ده could may have to cope not only with the sudden loss of visions but also with insecure insurance company representative. طبعا لو في شركات تامين هتبدأ هو ليه طالبها بأشياء، لأن هو فقد نتيجة حادثة أو نتيجة العمل، فهيتبدأ الشركات دي طبعا تتحاول تتمثل، تحاول تقلل التعويضات، فهيخش في أمور إن هو يبدأ يتكلم مع insurance company representative attorneys ومع المحامين بقى and other legal and bureaucratic aspects surrounding the circumstances of their disability. وطبعا بعض بقى الامور البيروقراطيه اللي بتدور حوالين فكره ايه الظروف اللي خلته يفقد قدرته على الرؤيه. هل الظروف ديت هو المسؤول عنها internal ولا external، نتيجه مثلا اخطاء حوالين منه في المكان اللي بيشتغل فيه او المكان اللي بيدرس فيه، فبالتالي بيطالب فيخش بقى في امور قضائيه. الامور القضائيه دي قد تشارك فيها الاسره كمان. In this situation, family members may also react to the situation. برضو ردود أفعال الأسرة بيتدخل في هذا الأمر في هذه الموقف، وبعضهم بيظهر showing anger, revenge or overprotectiveness، وبعضهم بيظهر قدر من الغضب أو رغبة في الانتقام أو فكرة إن الحماية الزائدة على الشخص أو الوصاية الزائدة عن الشخص. هنركز دلوقتي على قضية مهمة جدا وهي اللايف ستايل ايشو، القضايا المتعلقة بأسلوب حياة الشخص اللي فقد بصره. زي ما احنا قلنا ان الشخص اللي بيفقد بصره حاجتين، يا اما يكون كونجنتال او شخص يعني ليتر ان لايف، يعني يا اما تكون نتيجة ان الشخص فقد بصره بسبب ان هو يعني مولود كده، ولا يعني هتيجي حادث. Vision is crucial for many activities. في شك ان vision is crucial for many activities of daily living. في شك ان الرؤيه ده تعتبر مكون اساسي وهام ومحوري وحاسم في كثير من الانشطه في حياتنا اليوميه. Individual with little or no vision must learn new techniques for carrying out routine activities of self-care and mobility. الشخص اللي عنده يعني يفقد البصر تماما او عنده رؤيه بس يعني بصره ضعيف، في الحالتين لازم يتعلم فنيات واساليب جديده عشان يؤدي الانشطه الروتينيه اللي احنا بنعملها في حياتنا، زي ايه؟ زي العنايه بالذات، ان الشخص يعتني بذاته، او حتى ان هو يعني الموبيليتي اللي هو الحركه. الحركه دي حتى لو الحركه دي من اوضه لاوضه، يعني أمور بتبقى مهمة، بتبقى تشالنج بالنسبة له. Vision is crucial. They must orient themselves to the home environment.
so that they may move freely from room to room without risk of injury. They must orient themselves to the home environment. لازم ان هم طبعا يوجهوا نفسهم في حركتهم داخل بيئتهم المنزليه بحيث ان هم يقدروا يتحركوا بسهوله وبحريه من غرفه لغرفه بدون ما يؤذوا نفسهم، بدون ما يتعرضوا لمخاطره الاصابه، خطوره الاصابه. طبعا ده بيتطلب تعاون كبير جدا مع افراد الاسره اللي موجودين. وبالتالي بنجد ان family members can contribute to their sense of mobility by never moving furnitures within a room without informing them. طبعا افراد الاسره ممكن يسهموا اسهام كبير جدا في هذا الموضوع بحيث ان هم اول حاجه يجب يخلي بالهم ما يحركوش جزء من الاثاث من مكان الى مكان الا لما يقولوا للشخص ده ان احنا غيرنا، كانت المكتبه موجوده هنا ان هنا، الكرسي ده كان موجود هنا ان هنا، السفره كانت موجوده هنا حطيناها هنا، مش عارف الترابيزه دي المكتب، يعني يفهموه يعرفوه، لان بالنسبه له ممكن يصاب لو غيروا قطعه من مكان الى مكان اخر. ولذلك family member can contribute to their sense of mobility by never moving furnitures within a room without informing them. لازم يقولوا لهم لو غيروا اي حاجه داخل غرفه. مش بس كده، حتى الابواب زي ما هتشوفوا حالا دلوقتي. And by leaving doors either completely open or completely closed after informing them of the plan so that they don't bump into a partially open door. وبرضه لازم يقولوا له او يبلغوه بخطتهم بفكره ان هم ايه، يا اما الابواب تبقى مفتوحه تماما يا اما مغلقه تماما. بحيث ان هو يعني ما يحصلوش خبطه مثلا نتيجه ان الباب يعني partially open door، partially يعني موارب زي ما احنا بنقول، احنا سايبين الباب in between كده. لا، ما لو انت عملت كده النتيجه للاسف هيترتب عليها ممكن يتخبط. وبالتالي لازم الابواب تبقى مقفوله تماما او مفتوحه تماما، ولازم نعرفه كده الابواب يا اما هتبقى مفتوحه تماما يا اما هتبقى مقفوله تماما. At first, طبعا في البداية, task such as pouring water into a glass without splitting it, buttering bread or cutting meat may seem insurmountable for the individual with visual impairment. طبعا في البداية ما فيش شك ان في مهام يعني يبص لها على انها لا مفر منها. بيواجهها الشخص اللي هو عنده اعاقة بصرية. اللي هي ايه؟ ان الواحد مثلا يصب شويه ميه في كوبايه كده من غير يقطع حته لحمه، مش عارف، يعني في حاجات كده بتبقى لازم دي مهام عشان يعيش محتاج يشرب شويه ميه، محتاج يقطع العيش اللي بياكله، محتاج ان هو يقطع حته لحمه عشان الحاجات دي كلها يعني مهام لا مفر منها للشخص اللي هو ولازم يتعلمها انه يعملها بنفسه. انشطه زي ما قلت احنا بنعملها ديلي لايفز، انشطه عاديه، لكنها however most people learn to prepare their meals and dine independently once they have been oriented to the location of food tableware and cooking utensils. معظم الاشخاص اللي هم طبعا اللي عندهم يعني blindness or visually يعني partial يعني visions ممكن يتعلموا ان هم يعملوا يجهزوا وجبه لنفسهم، يجهزوا اكلهم بطريقه مستقله، بس الامر محتاج شويه يعني امور بسيطه، يعني اهمها هي فكره ان احنا نوجههم لاماكن وجود الطعام بيتحط فين، الحاجات المستخدمه في الطهي بتتحط فين، الحاجات اللي بتتحط على الترابيزات في الفرش بتتحط فين، نوجههم للكلام ده، نعرفهم اماكنها موجوده فين، ممكن يعملوا هم الكلام ده لوحدهم. مش بس كده طبعا، يعني كوكينج كان بي ليرن، حتى الطبخ كمان، مش بس ان هم يعرفوا ياخدوا الاكل ياكلوا، ده ممكن كمان هم يطبخهم. كان بي ليرن ثرو تكنيكس such as systematic placement of cooking equipment and utensils and special labeling in cans, frozen foods, oven deals and other items. يعني مجرد احنا ممكن نخليه يتعلم كمان يعني يطبخ، بس كل الامر متطلب ان احنا نعتمد على systematic placement of cooking equipment، ان احنا يكون في عندنا اماكن منظمه لوضع الحاجات.
الحاجات دي معناها ايه؟ مثلا الاكل المجمد فين، الحاجات المستخدمه فين، ونكتب عليها، ممكن تكتب عليها بس مش كتابه عاديه، لكن كتابه بامور بارزه بحيث ان هو لما يلمسها يعرف الحاجه دي مقصود بيها ايه. هو ده ممكن يتعمل عن طريق ان احنا يعني شويه بس سيستماتيك بليسمنت اوف كوكينج اكويبمنت، مجرد بس ان احنا نحط الحاجات في مكانها، مش مره نحط الحاجه دي هنا ومره نحطها هنا، لا طبعا ده مش هينفع. Through training كمان من خلال التدريب individual with visual impairment are gradually able to assume personal responsibility for self-care. يعني حتى مع التدريب ممكن نخليهم بطريقة متدرجة كده يعتمدوا على الرعاية بنفسهم، يعني يرعاي نفسهم، يلبس ازاي، يعني يعمل يعني يحضر وجبة لنفسه ازاي، ازاي يستحمى مع نفسه ازاي، في حاجات معينة سهلة جدا ان هو يتعلمها مع شوية التدريب. في كمان حاجة اسمها rehabilitation أو rehabilitation teachers اللي هو المعلمين اللي بيعملوا إعادة التأهيل ده. provide in home training، ممكن يجوا يقدموا الكلام ده، يقدموا التدريبات دي داخل المنزل، داخل البيت يعني. لأن طبعًا ما ينفعش ياخده في مكان، إحنا عايزينه يبقى يعرف بيته، يعرف المكان اللي هو فيه. in skills of daily life. activities such as bathing, combing the hair, shaving, applying makeup. And the dressing is a coordinate in a coordinated fashions can be performed independently through skills training and systematic organization and labeling of personal items. ثلاث كلمات: training, systematic organization and labeling. ان احنا او labeling ان احنا نحط الحاجات في شكل منظم، ندربهم على مهارات معينه، نكتب على الحاجات مسمياتها ايه. من الحاجات دي ممكن الشخص يعمل دريسنج لنفسه، يلبس نفسه، شيفنج، يحلق دقنه، يعمل تسريح لشعره، ممكن يعمل ميك اب لنفسها، كل الكلام ده هو ممكن يحصل بمجرد بس الثلاث كلمات دول: skill training and systematic organizations and labeling of personal items. نكتب على كل حاجة دي ايه ودي ايه، بس طبعا تكون كتابة بارزة بحيث الشخص يقدر يتلمسها ويعرف. ده اكتر من كده كمان outside the room a home، ده ممكن حتى الشخص يتعود انه ممكن يخرج خارج البيت، بس ده بيتطلب ان يكون فيه مساعدة. individual with severe visual impairment، severe visual impairment يعني عنده قصور حاد في البصر، ماله ده؟ can learn techniques of mobility in a new environment with the use of the cane or guide dog. يعني ممكن يكون عنده كده كلب مدرب يحركه من في 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 اي مكان. ممكن كمان ان هو يستخدم العصاية، فيها بعض العصاية بيستخدمها الشخص الكفيف ده، ممكن عن طريق الكلام ده هو يقدر ان هو يعني يتحرك حتى في مكان اول مرة يدخل فيه بمساعدة حاجة من الاثنين دول. Through these techniques, even those who are severely impaired or blind are able to travel to work or other destination of their choice. بمجرد استخدام الفنيات اللي احنا شفناها ديت، ممكن الشخص الكفيف اللي عنده فقدان تام للبصر او فقدان جزئي للبصر او فقدان حاد للبصر ممكن يروح لشغله، وممكن حتى يروح اي مكان هو عايزه بمساعدة الحاجات دي. They can also learn a method of carrying money so as to discriminate between pairs and between different coins. حتى ممكن كمان نخليه ممكن نعلمه ازاي يبقى معاه فلوس ويميز ما بين العمل الورقية الخمسة جنيه والمئة جنيه والمئتين جنيه، وازاي يميز ما بين الكوينز المختلفة، كل ده ممكن نعلمه، بالتالي يبقى معاه فلوس ويروح يبقى يدي للشخص الفلوس ويبدأ ياخد منه الباقي. كل الكلام ده ممكن تعلمه مع شوية ترينينج لدرجة ان هو ممكن يحمل كارك مان. individual can continue to engage number of leisure activity. حتى الأنشطة الترفيهية ممكن نخليه كمان يمارسها including outdoor activities such as swimming, hiking and fishing. حتى ممكن يتعلم يمارس أنشطة خارج المنزل زي السباحة وزي الهايكنج وزي الفيشنج، صيد الأسماك وغيرها من الكلام ده. حتى الأنشطة الترفيهية ممكن هو يمارسها. With special adaptive procedures even by cycling is still possible. حتى طبعا مع بعض الإجراءات التكيفية، طبعا أهم إجراء إن حتى ركوب الدراجة ممكن ده يتم، بس طبعا ده بشرط يكون في أماكن مخصصة للبايسيكلز بحيث ان هو يقدر يتحرك فيها ويكون مهيئه زي ما adaptive procedures اجراءات يعني تكيفيه. condition of the eye طبعا and the blind sexual activity
حتى الانشطه المهم جدا نعرف ان مفيش علاقه يعني الفيجوال لوز دازنت افكت سيكشوال اكتيفيتي دايركتلي، ما بتاثرش على الانشطه الجنسيه بطريقه مباشره، مش علاقه بين فقدان البصر والسيكشوال اكتيفيتي. ذا امباكت اوف لوز فيجن اون سيلف استيم مي بي سبستانشال، لكن المشكله ان اللوز اوف فيجنز بياثر على السيلف استيم، بياثر على ثقته بنفسه، وده ممكن يكون له تاثير جوهري على السيكشوال اكتيفيتي، لكن مفيش دايركت افكت، مفيش تاثير مباشر. اكتر من كده individuals with severe visual impairment are unable to see the facial expression، ما بيقدروش يشوفوا تعبيرات الوجه and other non-verbal form of communication، والصور الاخرى من التفاعل غير اللفظي اللي ممكن تعتبر مكونات مكمله للsexual relationship، للعلاقات الجنسيه، ما بيقدروش يشوفوها. information about relationship، وذات مهم جدا المعلومات حوالين العلاقات السيكشوال relationship that is normally developed through the visual modeling may not be available if they have been without sight since an early age. طبعا لو هم اتولدوا مكفوفين البصر فبالتالي ما بقاش عنده فكره حوالين العلاقات اللي غالبا بتتطور من خلال النمذجه البصريه والجانب البصري، فبقاش عندهم القدره على اذا كانوا اتولدوا عندهم او حتى في مراحل مبكره من حياتهم يعني قبل مرحله المراهقه، فبالتالي ما بقاش عندهم هذه المعلومات. اخيرا consequently وبالتالي visual impaired teenagers، وبالتالي الشباب اللي هم في مرحله المراهقه اللي عندهم شكل من اشكال الاعاقه البصريه of young adult may need to be taught appropriate social behavior، ان هم محتاجين يتعلموا بعض السلوكيات الاجتماعيه المناسبه اللي هي طبعا that other generally learned by observation، اللي الاخرين بيتعلموها من خلال الملاحظه. طبعا احنا كده خلصنا اول قضيه اللي هي اللايف ايشيو لايف ستايل ايشيو، لكن في حاجه اسمها السوشيال ايشيو وفي حاجه اسمها الفوكيشنال ايشيو، دي هنخليها ان شاء الله للمحاضره الجايه. يعني بصوره عامه خليني الخص، احنا اتكلمنا على اهميه البصر والبلايندنس والبشر، وان ميزنا ما بين حاجتين، ما بين الكونجنتال بلايند وما بين اللايف ليترز او ان الشخص يفقد البصر في مرحله اخرى من حياته، وشفنا ان ده بيتطلب منه يعمل اكوموديشنز تعديلات، والتعديلات دي بعضها بيرسونال وبعضها حتى على مستوى الفاميلي، وشفنا ان في اسلوب اللايف ستايلز بتاعه ممكن عن طريق التريننج وعن طريق الاورجنايزيشنال سيستماتيك اورجنايزيشنز العرض المنظم ممكن ان احنا نساعده في تعلم كثير جدا من الانشطه انكلودنج سويمنج وانكلودنج فيشنج وبعض حتى الانشطه والكارينج ماني ونخليه يحمل فلوس، كل الكلام ده ممكن قابل لتعلمه. كده احنا نكون خلصنا المحاضره رقم 10 بالنسبه لنا، وان شاء الله طبعا احنا يعني وفقا للسكيدولز عندنا في الاكاديميه هنشوف كده الاسابيع الجايه هنكمل زي ما انا قلت حوالين السوشيال والفوكيشنالز لايف فوكيشنال ايشو المتعلقين برضو بلايندنس والكونديشنز اوف اي. هقف لغايه هنا وناخد بس الاتندي بتاعنا عشان اي حد زي ما اتفقنا بياخد الاتندي يا ريته ان هو بعد ما ياخد مشكورا يخرج من الميتنج عشان اقدر اعرف اذا كان في حد ناقص معانا ولا لا.